يصنف الجيش المصري في المرتبة رقم 15 بين أضخم 145 جيشاً في العالم بحسب موقع Global Firepower الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية. يعتمد الموقع على 60 عاملاً للقياس، منها عدد الوحدات العسكرية، الوضع المالي، والقدرات اللوجستية والتقنية والجغرافية. بحسب الموقع الأمريكي لعام 2024 يتصدر الجيش المصري قائمة أقوى الجيوش العربية، بينما يصنف في المرتبة الثالثة بين أقوى جيوش الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وإيران. ويضم الجيش المصري قوة بشرية ضخمة وعتادا عسكريا هائلا، يضم مجموعة متنوعة من أحدث الأسلحة في العالم، حيث يقدر عدد سكان مصر ب 109.5 مليون نسمة، بينهم 37 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، و1.6 مليون فرد يصلون سن التجنيد سنوياً. يصل عدد جنود الجيش المصري إلى 1,220,000 جندي، بينهم 440,000 فرد من القوات العاملة، و480,000 قوات احتياطية، و300,000 فرد قوات شبه عسكرية. القوات الجوية تقدر ميزانية الدفاع المصرية ب 9.4 مليار دولار، وتصنف قوته الجوية في المرتبة الثامنة بين أضخم القوات الجوية في العالم ب 1080 طائرة حربية، تضم 238 مقاتلة و88 طائرة هجومية و59 طائرة نقل عسكري و346 طائرة للتدريب، 11 طائرة مهام خاصة و338 مروحية، بينها 100 مروحية هجومية. القوات البرية تضم القوات البرية المصرية خمسة أفرع رئيسية يتراوح ترتيبها العالمي بين الثالث والحادي عشر عالمياً، وتضم 5,340 دبابة تصنف في المرتبة رقم ثلاثة عالمياً، و77,596 مركبة عسكرية تصنف في المرتبة السابعة عالمياً، و1489 مدفعاً ذاتي الحركة تصنف في المرتبة رقم 6 عالمياً، بالإضافة إلى 1557 مدفعاً مقطوراً تصنف في المرتبة رقم 11 عالمياً، و1119 راجمة صواريخ تصنف في المرتبة رقم 4 عالمياً. القوات البحرية يصنف الأسطول الحربي المصري في المرتبة رقم 22 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ب 140 وحدة بحرية تضم حاملتين مروحيات و13 فرقاطة و7 كورفيتات و8 غواصات و42 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام بحرية. تضم قوة الدعم اللوجستي للجيش المصري 436 سفينة تجارية و11 ميناء و83 مطارا، إضافة إلى ممرات مائية وشبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية. يأتي الجيش السعودي في المرتبة الثانية عربياً ورقم خمسة في الشرق الأوسط، يليه الجيش العراقي في المرتبة الثالثة عربياً والسادس في الشرق الأوسط، بينما تأتي الإمارات في المرتبة الرابعة عربياً والسابعة في الشرق الأوسط، تليها سوريا وقطر والكويت التي تحتل المراتب من خمسة إلى سبعة على التوالي بين أقوى الجيوش العربية. أما ترتيب الجيوش عالمياً وفق التصنيف ذاته، فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على الصدارة مجدداً ضمن أقوى 61 جيشاً عبر العالم، متبوعة بروسيا ثم الصين في المرتبة الثالثة والهند في المرتبة الرابعة، متفوقة على بريطانيا التي حلت في المرتبة السادسة. أما فرنسا فقد تراجعت من جديد إلى المرتبة الحادية عشر، أما إيطاليا فحافظت على مرتبتها العاشرة، بينما حافظت الولايات المتحدة على صدارة الجيوش، بينما تصدرت روسيا آخر تصنيف لمنصة Global Firepower لترتيب الجيوش عبر العالم للسنة ذاتها من حيث عدد الدبابات والسفن والغواصات، حيث تعد روسيا رائدة في عدد الدبابات ووحدات المدفعية ذاتية الدفع والمدافع المقطورة، كما تعد روسيا دولة رائدة أيضاً في عدد السفن البحرية، وتأتي الصين في المركز الثاني وكوريا الشمالية في المركز الثالث والولايات المتحدة في المركز الرابع، وتحتل السويد المركز الخامس في التصنيف. تحتل إسرائيل المرتبة السابعة عشر عالمياً من حيث القوة العسكرية، في حين تحتل إيران المرتبة الرابعة عشر. برأيك هل يحمل عام 2025
انقلاباً في القوى العسكرية العالمية، خاصة بعد صمود روسيا في الحرب الأوكرانية وانهيار الجيش الإسرائيلي في حرب غزة وتصاعد وتيرة الأزمات العالمية من الشرق إلى الغرب. شاركنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.